تسأل وتقول: تعمل أمي خياطة، وحدث أن أعطتها جارتنا قماشا لتخيطه وتكرر ذلك عدة مرات، ولم تكن جارتنا تدفع الأجرة على الخياطة، وحدث أيضا أن أعطتها جارة حوالي 3 أقمشة، وقد نسيت الجارة أمر هذه الأقمشة، فخاطتها والدي لنا، واستعملنا تلك الملابس، وسألت أنا والدتي، قالت: إن ذلك لأنها صاحبة القماش لم تدفع النقود، وقد انتقلت جارتنا إلى منزل آخر لا نعرفه، ولدينا أيضا من الملابس ما يبقى من الأقمشة التي لا يريدها أصحابها، علما بأننا لا نسألهم، لكنهم لا يطلبون الخياطة ذلك. وجهونا حول هذه الأمور، جزاكم الله خيرا. الواجب إعطاء القماش لصاحبته، وإذا كان لوالدتك حق عليها فإنها تطلبه منها، تقول لها: ادفعي الأجرة، طالبها بالأجرة التي في ذمتها وتعطيها قماشها. أما أن تأخذ القماش وتلبسه لأولادها فهذا أمر غير جائز، لأنه استعمال لحق الآخرين بغير إذنهم. فالواجب ما ذكرنا، أن تعطيها قماشها وأن تطلب منها الأجرة أو تتركها وتسامح، هذا هو الواجب، إلا إذا طلبت منها وامتنعت. إذا طلبت الأجرة منها وامتنعت فإنها تكون ظالمة، ويجوز لوالدتكم أن تأخذ من القماش بقدر هذه الأجرة، بقدر هذه الأجرة، أن هذه مسألة الظفر المعروف عند العلماء. فإذا طلبت منها الحق الذي عليها وأبت أن تعطيها، يجوز القصاص منها، لأن تأخذ من هذا القماش بقدر هذه الأجرة وتدفع لها الزائد. جزاكم الله خيرا. كون الجارة انتقلت إلى بيت آخر وهم لا يعرفون ذلك البيت، هل يتغير الحكم شخصانا؟ إذا تعذر معرفة صاحبة القماش، نعم، فإن الزائد يتصدق به، يتصدق به على المحتاجين، على نية أن الأجر لصاحب القماش. نعم.